السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري من الأولى. البداية بالعناوين. القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية يضع المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الوحيد من أجل التفاوض بشأن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية. تحت رئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم، المرصد الوطني لحقوق الطفل يشتغل بحلول مبتكرة وإسهامات فاعلة في مجال حماية الطفولة ومكافحة العنف المدرسي. وعبر المملكة حملة وطنية لمكافحة العنف في الوسط المدرسي والعنف السيبراني. وبمدينة أكادير، المعرض الجهوي للصناعة التقليدية يبرز تنوع المنتوج المحلي التقليدي الخاص بمنطقة السوس ويفتح آفاقا جديدة للمنتجين المحليين. نبدأ بملف وحدتنا الترابية. تأييد دولي كبير للمغرب بمجلس الأمن الدولي في مقابل انهيار مراورة الخصوم بتبني المجلس للقرار 2756 الذي يمدد ولاية المينوس لمدة سنة. قرار يجدد تأكيد الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمتها المملكة عام 2007 باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه طي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن. القرار الأخير لمجلس الأمن المتعلق بالصحراء المغربية نتاج مجهود دبلوماسي كبير في سياق تراكم مجموعة من المكتسبات الجيوسياسية الهامة والاختراقات الدبلوماسية. تقرير سمير أصبان، عمر أيت عيسى وحنان شمراح. في ظل الدينامية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية وتزايد نطاق الدعم للمقترح المغربي للحكم الذاتي، القرار الأخير لمجلس الأمن بدوره يكرس هذه الدينامية ويحافظ على المكتسبات التي راكمتها المملكة. قرار يعزز سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي بوصفها الأساس الوحيد والأوحد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. هذا الحل الذي يتسم بالواقعية والمصداقية يحظى بدعم 20 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي وعضوين دائمين في مجلس الأمن إلى جانب أزيد من 100 بلد فضلا عن منظمات إقليمية ودولية. La résolution consacre pour la 17e année consécutive la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie la qualifiant d'effort sérieux et crédible. قرار مجلس الأمن يعطي للمرة 17 الأفضلية لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترح المغرب كحل جاد وذي مصداقية وكقاعدة أوحد للتفاوض حول حل سياسي تحت السيادة الترابية للمملكة. المغرب الذي يحظى بدعم عضوين دائمين في مجلس الأمن رحب بقرار هذه الهيئة الأممية، كما جاء في بلاغ سابق لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في الوقت الذي يحدد هذا القرار وبشكل واضح أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار 5 مرات ليحملها بذلك المسؤولية في هذا النزاع المفتعل. وفي هذا الصدد دعا مجلس الأمن في قراره إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وتفادي الأفعال التي يمكن أن تقوض العملية السياسية. Cet appel s'adresse plus particulièrement à l'Algérie. هذه الدعوة وجهت بالخصوص إلى الجزائر التي ذكر اسمها 5 مرات باعتبارها طرفا أساسي وأبانت عن معارضتها للمسلسل السياسي وخاصة رفضها منذ 3 سنوات الماضية المشاركة في الموائد المستديرة. قرار مجلس الأمن حظي بمصادقة 12 صوتا وامتناع 2 عن التصويت فيما لم تشارك الجزائر في التصويت. أما فرنسا فجددت التأكيد أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية. مستقبل وحاضر الصحراء لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية. مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل الوحيد لهذه القضية. دعمنا لهذه المبادرة المغربية واضح وثابت، ونعتقد أن هذا هو الأساس الوحيد للوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض عليه.
قرار مجلس الأمن يأتي ليتوج الجهود الدبلوماسية للمملكة للطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، جهود أثمرت إقناع المنتظم الدولي بعدالة القضية ومشروعية مبادرة الحكم الذاتي. مواصلة مجلس الأمن التأكيد على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية ووصفها من طرف مجلس الأمن بالمبادرة ذات المصداقية والجدية، مع لفت الانتباه مجلس الأمن إلى أن يأخذ في الاعتبار أي في قراراته المقبلة الدعم الدولي المتنامي بمغربية الصحراء. يستثمر ويشير كذلك إلى المستجدات المتعلقة بمزيد من الدعم والتأييد كذلك لمقاربة الحكم الذاتي، وطبعا هذا يخلق يعني أفقا سياسيا يسعى من خلاله مجلس الأمن إلى التسريع بعملية إيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل. آخر نقطة من هذا القرار الأخير نقطة 17 الذي تؤكد بأن مجلس الأمن يؤكد ويبقي قضية الصحراء قيد النظر، معناه أنه تراكمية جميع المقتضيات الواردة في القرارات منذ 2007 إلى حدود 2024. ثم النقطة الثانية ما يتعلق بالمنجز في إطار المبادرة للحكم الذاتي الذي أكدها، التي تنص جميع القرارات على المصداقية وكذلك على توافق عواصم القانون الدولي أو عواصم دولية بشأن تفعيلها وكذلك كحل لإخراج القضية من النفق المسدود. في الوقت الذي يترافع المغرب على عدالة القضية في المنتظم الدولي وبدعم من أصوات دولية وازنة، يواصل في الآن نفسه بناء المسار التنموي للأقاليم الجنوبية وإطلاق مبادرات ستعزز التنمية في القارة الإفريقية، ضمنها المبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وهي المبادرة التي استحضرها التقرير السنوي الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تطورات ملف الصحراء المغربية. تحت رئاسة الفعلية لصاحبة سمو الملكية الأميرة لالا مريم، أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في 29 من أكتوبر الماضي حملة مكافحة العنف في الوسط المدرسي والعنف السيبراني، حملة وقائية تستهدف المدارس وتتسم باستخدام حلول مبتكرة ورائدة لمكافحة هذه الظاهرة. تقرير نوال الجوراري واسم زياني. كل صباح كيجني واحد الألم في بطني ملي كندخل المدرسة. ليس أكثر من المدرسة أمنا على الطفل، فضاء يضم الدفء والعلم والأمان، وحينما يتسلل العنف لهذا المكان يصبح مصدر قلق وتعاسة ومصدر خطر يعرض الطفولة لكل أشكال الهشاشة. محاربة العنف في الوسط المدرسي والعنف الإلكتروني عنوان حملة أطلقها المرصد الوطني لحقوق الطفل تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم، والهدف خلق وتشكيل مجتمع وقائي يحمي ويحصن التلاميذ من عنف مستجد. كاين حتى واحد مكتوب عليه أنه يكون ضحية ديال التنمر. هاد الظاهرة ديال التنمر اللي كتأثر بزاف على الصحة النفسية ديال الأطفال وكتقدر تؤدي إلى محاولة الانتحار أو انتحار، إلى الارتباك، إلى الاكتئاب، مجموعة الحالات اللي الأطباء ديال الأمراض النفسية للأطفال كيشوفوها. ظاهرة التنمر اللي ولينا كنلقاوها منتشرة بزاف في المؤسسات ديالنا في المغرب، وكنشكروا المرصد الوطني لحقوق الطفل لهاد المبادرة اللي كيدير لنا حنايا الأطفال باش يعطينا واحد لونفيرونمون اللي آمن باش نتعلموا باش نقدموا فيه الماكسيموم ديالنا في المؤسسات. خطة وقائية تستهدف المدارس والفئات العمرية المواتية، كما يخضع أطراف العملية التعليمية للتدريب على التعامل مع حالات التنمر باستخدام أسلوب مبتكر عبر الاهتمام أكثر بالتلميذ المستهدف في معادلة تجعل من المتنمرين جزءا من الحل.
تم إطلاق واحد التكوين اللي غيكون على 3 سنوات بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، واللي غيتم فيه تكوين الأساتذة باش يكونوا تهم مكونين لواحد الطريقة اللي هي ناجحة في التنمر اللي كتسمى لا بريوكوباسيون بارتاجي، واللي إن شاء الله في 2026 غيكونوا مكونين لها 7000 أساسدة، وكذلك يتم تكوين أطفال اللي كيتسموا أطفال هما السفيرين ديال هذه الطريقة. تعزيز بيئة تعليمية آمنة وجعل المدارس فضاء للتعليم والتربية التزام آخر ينضاف إلى سلسلة الالتزامات التي تسعى صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم من أجل تحقيقها، مشروع سيتم تعميمه على جميع المدارس بالمملكة، ومن أجل ذلك دليل شامل يوفر للأساتذة والمعنيين في مجال التعليم أدوات عملية ونصائح وموارد أساسية للكشف عن حالات العنف في الوسط المدرسي والعنف الإلكتروني ومنعها وتدبيرها بالفعالية المطلوبة. إلى مدينة النظور، حيث ناقش المشاركون في أشغال ندوة وطنية حول الحق في الحصول على المعلومة إشكالية التفعيل ومتطلبات التعزيز. الندوة تندرج في إطار نقاش عمومي من أجل التفكير في سبل تعزيز وضمان ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومة وحرية الرأي والتعبير. محمد بلاوي ورشيد العتبي. الوصول إلى المعلومات يعتبر من أهم أسس حرية التعبير، ذلك أن التدفق الغير المقيد للمعلومات يساهم في تنمية الوعي القانوني والإداري والمواطناتي وفي فهم أفضل الإجراءات والمصادر الإدارية من لدن المواطنين وحماية حقوقهم، وكذا ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والوقاية منه. مداخلة كانت حول الضمانات التي يمكن أن يقدمها قانون الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب للصحفيين، كيفية تنزيل بنود هذا القانون، مواد هذا القانون، من أجل أن يصل الصحفي إلى المعلومات بسهولة وسلاسة من أجل أن يقوم بمهمته الصحفية. من خلال هذا اللقاء نحاول أن نصل إلى مجموعة من الأهداف، هو كيف يمكن أن نعزز مسألة الوصول إلى المعلومة، لأنه هو حق من الحقوق، حق أساسي، إضافة إلى تسهيل المصادر والإجراءات المرتبطة بهذا الحق وتبسيطها، ثم كذلك أن تكون الكلفة للوصول إلى هذه المعلومة مجانية. وبالرغم من مواكبة القانون رقم 31/13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات لتنزيل المقتضيات الدستورية، إلا أنه أثار العديد من الإشكالات على مستوى الممارسة، سواء من حيث المصطلحات المستعملة أو الإجراءات والمصادر الواجب اتباعها. هذه الندوة كتجي في واحد السياق ديال النقاش حول تعديل القانون المنظم للحق في المعلومة 31/13، وهي مناسبة لمجموعة من الفاعلين المشاركين في الندوة لتقديم مقترحات وتوصيات بخصوص إغناء هذا القانون حتى يتم الاستفادة منه للنظر الأهمية ديالو فيما يخص تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والتمتع بواحد مجموعة من الحقوق الأخرى، وخاصة ما يتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة. الحق في الحصول على المعلومات يعد إحدى أهم المؤشرات التي تقاس بها مدى عمل مبادئ العدالة، كما يشكل الحق في الوصول إلى المعلومات واستلامها من مصادرها الأصلية ونقلها ونشرها الأساس الذي يمكن من خلاله ممارسة حرية التعبير. احتضنت جامعة الرمان بإقليم خميسات أشغال ندوة وطنية عنوانها زعير المجال والثقافة، مناسبة تم خلالها استحضار ذكرى المسيرة الخضراء ومساهمة منطقة زعير في معركة التحرير واستكمال وحدة المملكة، كما تم بالمناسبة تقديم مؤلفات ذات الصلة بموضوع الندوة. عبد الحميد جبران وياسر معازي. المسيرة الخضراء ذاكرة وطن وشعب، الافتخار بها وإحياء ذكراها مسؤولية لجميع فعاليات المجتمع، حدث تاريخي فارق يستحضره هذا الموعد الثقافي بمنطقة الرماني بمشاركة تلة من الفاعلين الجمعويين والأساتذة والباحثين في مجالات التاريخ والثقافة.
هذه المسيرة تكمن أهميتها في كونها ساهم فيها جميع المغاربة سواء في المناطق الشمالية أو المناطق الجنوبية أو في منطقة الغرب وبلاد زعير أو منطقة زعير من بين القبائل التي ساهمت بعدد لا يستهان به في نجاح هذه المسيرة. هي ندوة نتوخى منها الوقوف عند بعض المحطات الأساسية في تاريخ قبيلة زعير في إطار الاهتمام المتزايد اهتمام المؤرخين بالبحث في التاريخ المونوغرافي. ما لهذا النوع من البحث الأكاديمي من أهمية كبرى؟ كنهدفوا منها من خلالها إلى التعريف بتاريخ زعير اللي هو تاريخ حافل وجزء لا يتجزأ من تاريخ المملكة المغربية الشريفة، وبمناسبة الاحتفال أيضا بذكرى غالية علينا اللي هي ذكرى استقلال المغرب وذكرى أيضا عيد المسيرة الخضراء. الندوة شكلت مناسبة لاستحضار مساهمة منطقة زعير في المسيرة الخضراء، مناسبة تم خلالها أيضا تقديم عدة مؤلفات تستعرض أدوار المنطقة وساكنتها في مسيرة الكفاح من أجل التحرير واستكمال الوحدة الترابية للمملكة. بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، شكل دور المرأة الدبلوماسية الوقائية والوساطة وحفظي السلام محور لقاء نظمته بأكادير مؤسسة مجموعة التواصل الدولي بمشاركة شخصيات نسائية من الحقل السياسي والدبلوماسي والجبعوي. نوردين بلال. هو لقاء تكويني يهدف إلى تعزيز إدماج المرأة في الدبلوماسية الوقائية والوساطة وحفظ السلام وتحسيسهن بالرهانة المرتبطة بالنساء والسلم والأمن وتطوير مهاراتهن في مجال تسوية النزاعات والوساطة. هذه الدورة هي مثيرة للاهتمام للغاية، بحيث نتعامل فيها مع موضوع حالي وهو دور المرأة في الوساطة في المناطق الأزمات. اليوم تقدم نفسها على عدة مستويات، حيث يمكن للمرأة أن تلعب دورا هاما للغاية في الترافع حول القضايا المهمة كالتغيرات المناخية وغيرها من القضايا. نحن سعداء جدا بحضورنا إلى هذه الورشة التي تبرز دور المرأة المهم في المجتمع المدني وكذا إبراز قدراتها على حل المشاكل الراهنة كمشكلة التغيرات المناخية. مناسبة تبرز أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في الترافع حول القضايا الراهنة ومساهمتها في التقدم المحرز في أوراش التنمية بطريقة منصفة وشاملة. كما تهدف هذه الورشة هذا النهار إلى هذا اليوم إلى الوقوف على أسس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 الذي يعترف بالدور الحاسم للمرأة في نظام السلام والأمن. هو حدث يهدف إلى تحسين تمثيلية المرأة المغربية في مراكز القرار السياسي وتسليط الضوء على دور المرأة في نظام السلام والوساطة لبناء مجتمعات مسالمة ومستدامة. نفتح صفحة الأنباء الدولية من إسبانيا، واعتزام الحكومة إعلان المناطق المتضررة بشدة من الفيضانات المدمرة التي ضربت جنوب شرق بلاد مناطق منكوبة، وتم نشر آلاف الجنود الإضافيين في منطقة فالنسيا بعد الفيضانات التي أودت بحياة 211 شخصا. حافظ الهواري. بعد أربعة أيام من كارثة فالنسيا الإسبانية بدأ الأمل بالعثور على ناجين يخبو، فالأوحال أغرقت بلدات كاملة وغدت البنى التحتية مدمرة، وعمل الجنود وعناصر الشرطة وقوات الحرس المدني على إزالة الركام والأوحال بحثا عن جثث. وأعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أن هذه الكارثة تعتبر ثاني أكثر فتكا في أوروبا خلال هذا القرن، وأعلن عن زيادة هائلة في عدد عناصر الأمن والجيش المكرسين لأعمال الإغاثة. إسبانيا إذن تنفذ أكبر عملية انتشار لعناصر الجيش والأمن في أوقات السلام، كما أكد ذلك بيدرو سانشيز، وأعطيت الأولوية في هذه العملية لإعادة فرض النظام وتوزيع المساعدات في البلدات والقرى المدمرة التي قطعت عنها المياه والمواد الغذائية منذ الكارثة بسبب انهيار الطرق والجسور والقنوات. ورغم إعادة فتح بعض الطرق السريعة سيكون من الصعب
الوصول إلى مناطق متضررة قبل أسابيع، وخرج آلاف المواطنين للمساهمة في إزالة الوحل من الطرقات والشوارع، وحظت السلطات السكان على ملازمة بيوتهم لتجنب الازدحام المروري الذي من شأنه أن يعرقل عمل أجهزة الطوارئ. في أنباء الشرق الأوسط، يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة بالتزامن مع الجبهة اللبنانية وسط مخاوف دولية من اندلاع نزاع إقليمي أكبر في الشرق الأوسط. وفي الساعات الماضية شن الجيش الإسرائيلي غارات جديدة على شمال قطاع غزة رغم تحذيرات الأمم المتحدة من أن الوضع هناك أصبح مروعا. وفي الساحة اللبنانية أطلق حزب الله من لبنان صواريخ على إسرائيل ردا على غارات مدمرة. وفي جديد الأزمة الروسية الأوكرانية، أعلنت أوكرانيا أن عاصمة كييف تعرضت لهجوم كثيف بطائرات مسيرة خلال الليل، حيث سمعت انفجارات في العاصمة ومناطق أخرى. ومن جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على قريتين جديدتين في شرق أوكرانيا. في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تخوض كامالا هاريس ودونالد ترامب بالنشاط نفسه عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة في الحملة الانتخابية الأمريكية التي تبقى نتيجتها غير محسومة وسط ترقب عالمي. وتقام الانتخابات يوم الثلاثاء في حين أدلى 70 مليون أمريكي من الآن بأصواتهم عبر البريد أو في صناديق الاقتراع بشكل مبكر. وطنيا ثقافتنا تجمعنا مواهبنا تبهرنا، شعار المهرجان الوطني السادس للفكاهة بسطات. في برمجة المهرجان مسابقة وطنية لفائدة المواهب والطاقات الواعدة في فن الفكاهة، فضلا عن لقاءات وورشات تكوينية لفائدة الفكاهيين الشباب. حسن زكي ومصطفى ودا. المهرجان الوطني للفكاهة في نسخته السادسة محطة تجسد مدى الالتزام بتعزيز الفن الكوميدي بالمغرب وتطويره، وذلك عبر الإيمان بقدرات المواهب الشابة في هذا الفن من خلال مسابقة ضمت فكاهيين شباب من كل مدن المملكة. المهرجان الوطني للفكاهة هو ليس مهرجان فقط للفرجة، وإنما للتنقيب عن مواهب كوميدية جديدة لتقديمها للجمهور الكريم، وكذلك هناك ندوات فكرية لدراسة العديد من قضايا الشباب عبر الفكاهة وعبر المواضيع الثقافية والفنية والكوميدية. المهرجان خصص حيز منه لتكريم وجوه فنية كبيرة تميزت بعطاءتها سواء على المسرح أو في السينما، وكان في حضورها دعم وتشجيع لهؤلاء الفنانين الواعدين. مهرجان لفرصة أنني نشارك فيه في التكريم وفي نفس الوقت في عمل، تنقول لهم نتمنى لهم استمرارية وشكرا على التكريم اللي فكروا فيها أنهم يكرموني في هذا المهرجان. ما يعني ما تم مهرجان إلا لهذا الشباب اللي كيدعموهم أنهم باش يتواصلوا معهم، وحيت عندنا طاقات في البلاد، خص غير اللي يشجعهم ويعطيهم واحد الحماس باش يخرج منهم ديك الطاقة. المهرجان افتتح فعاليته هذه السنة بعمل مسرحي جمع ثلة من الفنانين المسرحيين المتميزين، كما ستتخلل أيامه ندوات ولقاءات فكرية تناقش مستقبل الفن الكوميدي بالمغرب وورشات تكوينية لفائدة الشباب المهتم بهذا الفن. وصل نشر من فضاء ساحة الأمل بمدينة أكادير، حيث تتواصل فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية. معرض يبرز تنوع المنتوج المحلي التقليدي الخاص بمنطقة سوس. حجب تمك ومحمد حسن مسكو. الدورة التاسعة للمعرض الجهوي للصناعة التقليدية موعد سنوي ينظم بساحة الأمل بأكادير بمشاركة أزيد من 100 عارض وعارضة يمثلون مختلف عملات وأقاليم الجهة، إضافة إلى عارضين من مختلف جهات المملكة لعرض إبداعاتهم الحرفية التي تعبر عن تنوع الثقافة والأصالة المغربية. الهدف المشاركة ديالنا هو التسويق، وأن تعرف المنتوج ديالنا ونتعرفوا على الناس والناس يعرفونا حنا شنو كنديروا وحتى حنا كنديو أفكار. بالنسبة للمنتوجات عندنا الزربية الوزقيدية، عندنا القناع الهلالي هو
هاد الخدمه. عندنا منتوجات نباتيه بحال الصاع بحال الطبيقه بحال قويعات ديال الطاجين. وياتي هذا المعرض بهدف خلق فضاء للتسويق والترويج لمنتوجات الصناعه التقليديه التي تزخر بها بلادنا، وتحسين دخل الحرفيين والرفع من قدراتهم الابداعيه. عندنا حنا كجهه سوس ماسة واحد التصور على مستوى ديال هاد المهن ديال الصناعه التقليديه اللي فيها واحد المجموعه ديال لي زاكس اللي خدامين عليهم، اللي فيهم ليس فقط الجانب التسويقي ولكن كذلك هناك المواكبه على المستوى دعم الصناع التقليديين. محطه من المحطات التسويقيه اللي كتساهم في زياده ديال المبيعات لهاد الصناعات والصناع التقليديين، وواحد المحطه اللي كتدخل هاد الصناع التقليديين اما يتلاقاو بيناتهم ويكتسبوا المهارات بيناتهم. فعاليه المعرض الجهوي للصناعه التقليديه تواصلت على مدى أسبوع بهدف خلق رواج اقتصادي وتجاري بالمدينة وإبراز تنوع الحرف اليدوية وضمان استمراريتها. بالدار البيضاء تظاهرة في كرة القدم لفائدة الفئات الصغرى، غايتها تحسيس الأطفال واليافعين بأهمية الممارسة الرياضية والعناية بسلامتهم الصحية، وبذلك بمشاركة أطر طبية من خلال لقاء تحسيسي نظم بالموازاة حسن زكي وعاشور بن مسعود. يوم تحسيسي بأهمية الممارسة الرياضية لدى الأطفال والشباب ووقعها الإيجابي على صحتهم البدنية والنفسية، وذلك عبر تنظيم دوري لكرة القدم المصغرة شاركت فيه مجموعة من أكاديميات كرة القدم على مستوى مدينة الدار البيضاء. الكل تعرف بان اكاديميه بوجار سوكر السلوغون ديالها هو بليس كين كول دو فوت ان كول دو في، يعني حنايا ضروري حنايا تنقدموا للوليدات ما يخص بالحوايج اللي تيحتاجوا في الحياه اليوميه ديالهم. عملنا واحد لقاء تحسيسي للوليدات بخصوص الصحه ديالهم في اطار الرياضه. الكل تعرف بان الرياضه مهمه في الحياه، ولكن كذلك الصحه اللي هي اهم من كل شيء. حنا حاولنا نجمعوا ونسقوا ما بين هاد اللقاءين. التحسيس كان حاضرا خلال هذه المبادرة عبر لقاء مباشر مع هذه الفئة العمرية التي تعاني في غالب الأحيان من المرض الجلدي حب الشباب، من خلال تقديم نصائح طبية من طرف متخصصين حول كيفية التعامل معه لتفادي أعراضه الجانبية الجسدية والنفسية. في هذا اليوم التحسيسي جينا باش نهضروا مع الوليدات والوالدين ديالهم على واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف، موضوع حب الشباب والعلاقه ديال حب الشباب مع ممارسه الرياضه. اعطيناهم مجموعه من النصائح لتفادي ظهور الحبوب اثناء ممارسه الرياضه، مثلا ما خاص ضروري ندوشوا مباشره بعد المجهود البدني. مختبر ديالنا لصناعه الادويه مختص في علاج الامراض الجلديه، لهذا ارتئينا اليوم ان نقوم بهذه الحمله لتحسيس الشباب عن أهمية العناية بالبشرة والعلاج المبكر لتجنب الندبات الدائمة اللي كتقد تأثر على الصحة الجسدية والنفسية للطفل والشاب. تظاهرة رياضية وتوعوية تشجيعا لهذه الفئة السنية على مزاولة الرياضة وكذا الاهتمام بسلامتهم الصحية من أجل كسب رهان مستقبلهم الدراسي والحياتي. لدينا التوقعات الجوية ضمن تقرير ليلى غبال. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في النشرة الجوية. يتوقع بحول الله أن يكون الطقس بارد مصحوب بصقيع وذلك بمرتفعات الأطلس، هذا مع نزول تساقطات مطرية ضعيفة ومتفرقة بغرب الواجهة المتوسطية، وتكون كذلك سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب بالشمال الشرقي بالسهول الأطلسية وكذلك بغرب الواجهة أو عفوا بغرب الأقاليم الجنوبية. لباقي المناطق الأخرى تم قليلة السحب إلى نسبيا غائمة. درجات الحرارة العليا ستعادل 24 درجة بمدينة وجدة وكذلك بالحصيمة، 23 درجة بطنجة الرباط وكذلك بالدار البيضاء، 21 درجة بأكادير و25 درجة بالقويرة. حالة البحر
سيكون البحر بالواجهة المتوسطية وكذلك بالبوغاز قليل الهيجان إلى هائج، بعلو سيصل إلى مترين ما بين طنجة ومدينة العرائش، وكذلك ما بين كاب برباس والجويرة سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج، ما بين العرائش ومدينة الدار البيضاء وكذلك ما بين طنطان وبوشدور سيكون البحر هادئ إلى قليل الهيجان، بباقي السواحل سيكون البحر قليل الهيجان. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى بلاط الأخبار. نصل إلى ختام هذه النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها. القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية يضع المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الوحيدة من أجل التفاوض بشأن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية. تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم المرصد الوطني حقوق الطفل يشتغل بحلول مبتكرة وإسهامات فاعلة في مجال حماية الطفولة ومكافحة العنف المدرسي، وعبر المملكة حملة وطنية لمكافحة العنف في الوسط المدرسي والعنف السيبراني. ومدينة أكادير المعرض الجهوي للصناعة التقليدية يبرز تنوع المنتوج المحلي التقليدي الخاص بمنطقة سوس ويفتح آفاقا جديدة للمنتجين المحليين. على وفائكم وإلى اللقاء بحول الله.